أخبار الثقافة من مونتي كارلو الدولية معك باسم سلوم. مرحبا باسم. أهلا سعد الصابري. في أخبار الثقافة اليوم انطلاق الدورة السابعة من مهرجان حياة بيت لحم، أعمال تكتسي بعدا صوفيا في معرض مجموعة الصيف في الجزائر، ورولينج ستونز تختتم جولتها الأوروبية في الذكرى 60 لتأسيسها. ونبدأ بانطلاق الدورة السابعة من مهرجان حياة بيت لحم. وتحت شعار بالحياة منحتفل، ينطلق هذا المهرجان في شارع النجمة في بيت لحم اليوم الخميس، ويستمر حتى السبت السادس من الجاري بتنظيم من مؤسسة هولي لاند تراست وبالتعاون مع بلدية بيت لحم. يتضمن المهرجان عروضا موسيقية ومسرحية وفنية وعروضا خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى العديد من الورش ووقفات خاصة مع التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي. كما تكرم هذه الدورة المرأة في جميع فعالياتها. يحدثنا عن هذا التكريم المدير الفني لمهرجان حياة بيت لحم سعيد زرزر. السنة هذه حبينا كثير نركز على دور المرأة، على الريادة، على القيادة، على قديش هالمرأة الفلسطينية حملت بكل هالسنين. المرأة الفلسطينية امرأة جبارة، مش بحاجة حدا يجي يحكي لها. نحن نعطي في دورات تقوية قوية بحضورها، قوية إنها قادرة تكون أم الراقص وأم الفنان وأم الشهيد وأم الأسير، المحافظة على الأرض، على شجرة الزيتون المقدسة. فحبينا السنة هذه عن جد نركز شوي على دور المرأة كمان بالفعاليات اللي بتصير على المسرح، يعني العروض الفنية. كمان بنحكى مع الفنانين إنه الإشي اللي بده يتقدم بده يكون بتماشى مع هذا السيم. ومشيت كمان بنفس الاشي بالفيجي والايدنتيتي، راح تشوفوا الصبية اللي طاير وكأنه بترقص زي رقص الدراويش. لما فكرت بالثيم وقلت بالحياة بنحتفل، بالنسبة لي الاحتفال بالحياة هو موسيقى ورقص، فكمان بالفيجي والايدنتيتي وشو عماله بيطلع من بروموشنال ماتيريالز وبرينتينج هو بتماشى كمان مع هذا الثيم اللي هو المرأة، الكينونة، الوجود، الحضور، القوة، الصمود كله. شكرا لك سعيد زرزر المدير الفني لمهرجان حياة بيت لحم. باسم، أعمال لا تكتسي بعدا صوفيا في معرض مجموعة الصيف في الجزائر. هذا المعرض الذي انطلق في 24 من تموز يوليو الماضي ويستمر حتى 24 من تشرين الأول أكتوبر المقبل في ديوانية الفن في الجزائر العاصمة. يشارك في المعرض 8 فنانين هم عبد المالك مجوبي وهلال زبير وعلي بوخالفة وكريم سيفاوي من الجزائر، غالب حويلة من لبنان، محمد العامري من الأردن، ووائل درويش من مصر، وزينب شيعة منصور من موريتانيا. يقدم الفنانون 20 عملا تتنوع بين الرسم والتشكيل والخطوط والهندسة المعمارية والتصميم والنحت، جميعها تتقاطع في بعد صوفي. مؤسس ديوانية الفن ومنظم المعرض الفنان التشكيلي حمزة بونوة، أين نرى هذا البعد الصوفي في الأعمال المعروضة؟ عندما نتكلم مثال على أعمال هلال زوبير الذي يعالج الأشياء روحية عن طريق الكتابة، وعندما نرى أن غالب حويلة وزينب شيعة يربطهم فكرة الكتابة وفكرة الروحية في الخط، فهذا مثال. لما نتكلم على كريم سيفاوي، هو في الأصل مصمم أزياء لكن أول مرة يقوم بعرض لوحاته الفنية، فاليوم الناس تكتشف من كريم سيفاوي المصمم الأزياء الشهير على أنه لديه أعمال تشكيلية غاية في الروعة. أيضا عندما نتكلم على علي بوخلفاء، هو أيضا فنان يشتغل في فكر تكعيبي لكن هو يحمل بعد روحي. فعندما نتكلم على الصوفية، الفكر الصوفي، نتكلم عليه من جانب روحي، من جانب أشياء تعبر عن هذا المكنون يعني. شكرا لك الفنان التشكيلي حمزة بونوة منظم معرض مجموعة الصيف. رولينج ستونز تختتم جولتها الأوروبية في الذكرى 60 لتأسيسها. وبعد تقديمها 14 حفلة في 10 دول أوروبية، اختتمت هذه الجولة مساء أمس الأربعاء بحفل موسيقي في برلين بحضور 22 ألف متفرج. قدمت الفرقة على مدى أكثر من ساعتين أبرز أغنياتها الشهيرة، تخللتها أحدث أعمالهم ومنها Living in a Ghost Town. You can search for me. I have to go on.
هذه الأغنية لرولينج ستونز ليفينج إن غوست تاون نصل إلى ختام أخبار الثقافة لهذا اليوم. شكرا لك باسم سلوم. شكرا لك أيضا سعد الصابري.